السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، أهلا ومرحبا بكم. سنتناول اليوم في برنامج المدرسة النموذجية درس مادة الفيزياء بعنوان حركة الأقمار الصناعية. سنتحدث عن الأقمار الصناعية وحركة الأقمار الصناعية، ولكن كيف تحمل هذه الأقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي؟ طبعا تحمل عن طريق ما يسمى بالصواريخ النفاثة ذاتية الدفع. عندما تحمل، طبعا فكرة حمل هذه الأقمار الصناعية عن طريق الصواريخ ذاتية الدفع اللي هي الفعل ورد الفعل. عندما ينطلق الصاروخ يحمل هذا القمر الصناعي، طبعا أيضا من فكرة عمله على حفظ كمية التحرك. فعندما يصل إلى الفضاء له عدة وظائف، منها الاستكشافات، ويستخدم في عملية اللي هي التجسس، وأيضا الإرصاد الجوي وآخره. القمر الصناعي جسم يدور حول جسم آخر، يطلق لاكتشاف الفضاء والإرسال اللاسلكي وغيره، وأيضاً التجسس. يوضع القمر في مداره بحمله على صاروخ ذاتي الدفع إلى المدار المخصص. إذا قذف القمر الصناعي أفقياً فإن المدى الذي سيقطعه سيعتمد على مقدار السرعة، ويسير في مسار دائري بنصف قطر ثابت وسرعة ثابتة 8 كيلومتر لكل ثانية. أبنائي الطلاب، وحتى نعمل على حساب السرعة المدارية يجب أن نفهم أولاً، حتى يستمر الجسم بالدوران حول الأرض لابد أن يتوفر شرطان. الشرط الأول أنه تتوفر لدينا قوة جذب مركزية قاف جيم، قوة الجذب المركزية، وقاف جيم عبارة عن جيم مضروبة في كتلة الأرض مضروبة في كتلة القمر على مربع نصف القطر. هذه ما تسمى بقوة الجذب المركزية. وكذلك يجب أن تتوفر قوة أخرى اللي هي قوة الطرد المركزية قاف طاء تساوي كاف للقمر مضروبة في عين تربيع مضروبة في عين تربيع على نق. هذه القوة الطاردة المركزية. إذا فرضت أن هذه معادلة واحد وهذه معادلة اثنين، في هذه الحالة عندما تتساوى القوتان، شرط أساسي حتى يستمر الجسم بالدوران حول الأرض أو حول مركز معين يجب أن تتساوى القوتان، أي أن بما أن قوة الجذب المركزية قاف جيم تساوي قوة الطرد المركزية، في هذه الحالة لنفرض أن هذه المعادلة رقم 3. إذا عوضنا معادلة 1 و 2 في معادلة 3، في هذه الحالة تصبح قاف جيم اللي هي عبارة عن جيم مضروبة في كتلة الأرض كاف راء مضروبة في كتلة القمر على مربع نصف القطر. هذه بالنسبة لقاف جيم قوة الجذب المركزية، تساوي الآن قوة الطرد المركزية قيمتها هي التي أمامنا عبارة عن كتلة القمر مضروبة في مربع السرعة على نق. الآن ساوينا القوة الجذب المركزية وقوة الطرد المركزية، نعمل عملية اختصار اللي هي كتلة القمر كاف مع كاف، ومعنا نق من هنا ونق، يتبقى معنا في الطرف الآخر جيم كاف راء، اللي هي
جيم وهو مقدار ثابت كما قلنا، ثابت الجذب العام وله قيمة ثابتة، وكاف كتلة الأرض في الطرف الآخر طبعا هنا معانا على نق، في الطرف الآخر يبقى معانا عين تربيع، بقى في الطرف الآخر ماذا؟ عين تربيع. الآن نعمل عملية التخلص من التربيع اللي عبارة عن عين نحطها تحت الجذر، جيم كتلة الأرض على نصف القطر. ومن خلال هذا القانون أبنائي وبناتي الطلاب نستطيع أن نحسب السرعة المدارية، يستخدم لحساب السرعة المدارية اللي هي القمر. ولكن ما المقصود بنق؟ طبعا نق هو نصف قطر المدار، والذي يعادل أو يساوي نق للمدار، يجب أن نركز عليه، يساوي نصف قطر الأرض زائدا الارتفاع عن سطح الأرض. يعني أنا ممكن أقول نق زائدا لام يعطي لي نق المدارية وهو نصف قطر الأرض. حساب السرعة المدارية، لكي يستمر القمر للدوران في مداره حول الأرض لابد من توازن قوتان، قوة الجذب المركزية الناشئة عن الدوران قاف جيم يساوي جيم كاف للأرض في كاف للقمر على نق تربيع، حيث نق نصف قطر المدار جيم ثابت الجذب العام 6.67 في 10 سالب 11 نيوتن متر تربيع كيلو جرام تربيع، ونق تساوي نق للأرض زائدا لام الارتفاع فوق سطح الأرض. القوة الثانية قوة طاردة المركزية للقمر، قاف طاء القوة الطاردة المركزية للقمر تساوي كتلة القمر في عين تربيع على نق. بما أن القوة الجذب المركزية قاف جيم تساوي قوة الطرد المركزية قاف طاء، إذن من 1 و2 جيم كاف راء كاف قمر على نق تربيع يساوي كتلة القمر في مربع السرعة على نق. بعملية اختصار يصبح معنا عين تربيع نق يساوي جيم كاف، ومنه عين تربيع يساوي جيم كاف راء على نق، ومنه عين تربيع يساوي جيم كاف راء على نق. نتخلص من التربيع نضعها تحت الجذر، عين يساوي جيم كتلة الأرض على نصف القطر، وهذا القانون يستخدم لحساب السرعة المدارية. صواريخ ذاتية الدفع، تستخدم الصواريخ النفاثة لحمل الأقمار الصناعية وغيرها إلى الفضاء بالاستفادة من قانون الفعل ورد الفعل، قانون حفظ كمية التحرك الخطي. يدفع الصاروخ إلى الأعلى وتطرد الغازات إلى أسفل كرد فعل، إذن كمية التحرك للصاروخ تساوي كمية التحرك للغازات. التغير في كمية التحرك للصاروخ تساوي
التغير بإشارة سالبة كمية التحرك للغازات بالاتجاه المعاكس. إذن كاف عين للصاروخ تساوي سالب كاف عين للغاز، هناك اتجاه وهناك اتجاه آخر، انطلاق الصاروخ إلى الأعلى وانطلاق الغازات إلى الأسفل. علل: بعد خروج الصاروخ خارج أجواء الأرض ينعدم الهواء ويعمل الصاروخ بشكل أفضل، لأن الصاروخ لا تؤثر عليه أي قوة خارجية، ويحدث الفعل ورد الفعل داخل المحرك النفاث نفسه. ماذا يحدث لو أعطي الصاروخ الحامل للقمر سرعة أكبر من 11.2 كيلومتر لكل ثانية؟ جيم أو الإجابة: يفلت الصاروخ أو الجسم من الجاذبية الأرضية ولن يعود ثانية. كلما ابتعد الجسم خارجا تزيد طاقة وضعه وتقل طاقة حركته رويدا رويدا، ولكن لا تصل إلى الصفر. حتى أتحدث عن سرعة الإفلات، لابد أنه لكي أضع جسم يدور حول الأرض أو لكي أطلق هذا الجسم لابد أن أراعي اتجاه وسرعة هذا الجسم، ولكي أضعه في مدار يدور حول الأرض يجب أن أتخذ عدة أيضا شروط. وهناك ما يسمى بسرعة الإفلات، هذه السرعة هي سرعة مناسبة لإفلات الصاروخ عن نطاق الجاذبية الأرضية، وله قيمة معينة وتقدر ب 11.2 كيلومتر لكل ثانية. سنتحدث عن شروط وضع هذا الجسم في مدار حول الأرض، ومن ثم نتحدث عن سرعة الإفلات وكيف يفلت الجسم عن نطاق الجاذبية الأرضية. سرعة الإفلات من الجاذبية: إطلاق ووضع جسم يدور حول الأرض يراعى: 1 سرعة الصاروخ، 2 اتجاهه. ولكي يوضع الجسم في مدار حول الأرض هناك شروط: 1 يطلق بشكل أفقي، 2 يطلق بسرعة 8 كيلومتر لكل ثانية. لماذا علل يطلق بسرعة 8 كيلومتر لكل ثانية؟ حتى يمكن للصاروخ الخروج من مقاومة احتكاك الهواء. ما هي شروط الإفلات من نطاق الجاذبية الأرضية؟ يراعى لإفلات صاروخ من نطاق الجاذبية الأرضية: 1 يطلق بشكل رأسي، 2 يطلق بسرعة تساوي 11.2 كيلومتر لكل ثانية، ويجب أن تكون طاقة الحركة تساوي طاقة الوضع للجسم بعد الإطلاق مباشرة أو يزيد قليلا.
كيف يمكن حساب سرعة الإفلات؟ يجب أن تكون طاقة الحركة للصاروخ تساوي طاقة وضعه بالنسبة لمركز الأرض. نصف كاف عين تربيع يساوي كاف دال نق. عين تربيع يساوي 2 كاف دال نق على كاف، وهذا يؤدي إلى عين تربيع يساوي 2 دال نق. ومنه نتخلص من التربيع، عين يساوي تحت الجذر 2 دال نق. وهذا القانون يستخدم لحساب سرعة الإفلات. ملاحظة، سرعة الإفلات من هذا القانون تتوقف على نق ودال، أي تتوقف على نصف القطر والجاذبية دال وليس على الكتلة. مثال: أوجد ارتفاع القمر الصناعي عن سطح الأرض إذا علمت أن السرعة المدارية له 4 كيلو متر لكل ثانية. طلب مني الآن الارتفاع. استعن بالمعطيات التالية، هي كتلة الأرض 6 × 10^24 كيلوغرام، نصف قطر الأرض 64 × 10^5 كيلومتر، ثابت الجذب العام اللي هو 6.67 × 10^11 نيوتن متر تربيع كيلوغرام. الحل: بما أن القانون العام السرعة المدارية تساوي تحت الجذر ترقيم كتلة الأرض على نق المدار، نعوض عين معطى معنا 4 مضروب في 10^3. لماذا؟ لأن نحول من كيلومتر إلى متر، نضربها في 10^3. هذا الطرف الأيمن، عين تحت الجذر جيم 6.67 في 10^11 مضروبة في كتلة الأرض، معطى معنا كتلة الأرض 6 × 10^24 على ماذا؟ نصف قطر نق راء. طبعا هذه معانا ايش؟ مطلوبة، نصف قطر المدار. الآن كيف أتعامل مع الجذر؟ أربع الطرفين، أربع الطرف الأول وأربع الطرف الثاني حتى أتخلص من الجذر. 4 × 4 = 16 × 10^6 يساوي 6.67 × 10^11 مضروبة في 6 × 10^24 اللي هي كتلة الأرض على نق راء، نصف قطر المدار اللي هو أصلا مطلوب. نحول نصف القطر إلى الطرف الآخر ثم تنزل بدلا عنها 16، كأنه ضربنا الطرفين في الوسطين، عملية حسابية أخذتها في السابق. إذن نق راء تساوي 6.67 × 10^11 مضروبة في 6 × 10^24 على 16 × 10^6. الآن عملية حسابية عادية تطلع معنا 25 × 10^6 متر. إذا أوجدنا ماذا؟ نصف قطر المدار. يبقى الآن المطلوب مني إيش؟ أصلاً طلب مني الارتفاع القمر الصناعي عن سطح الأرض. كيف أوجدها؟ نصف قطر المدار تساوي نصف قطر الأرض زائداً الارتفاع عن سطح الأرض اللي هو لام. نعوض نصف قطر المدار، كم طلع معانا؟ الطرف الأيمن 25 × 10^6 متر يساوي نصف قطر الأرض معطى معنا 64 × 10^5 زائدا لام. الآن
عملية التحويل يصبح لام يساوي 25 في 10 أس 6 ناقصاً 64 في 10 أس 5. لماذا ناقص؟ لأن حولت الـ 64 إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة. إذن لام الارتفاع عن سطح الأرض يعادل أو يساوي 18.6 في 10 أس 6 من المتر، وهي قيمة الارتفاع عن سطح الأرض. مثال: قمر صناعي يدور حول الأرض على ارتفاع 200 كيلومتر فوق سطح الأرض. أحسب السرعة المدارية للقمر إذا علمت أن نق أو نصف القطر للأرض يساوي 6400 كيلومتر، وكتلة الأرض 6 في 10 أس 24 كيلوغرام، وثابت الجذب العام جيم 6.67 في 10 أس 11 نيوتن متر تربيع لكل جرام تربيع. الحل: لكي يحسب السرعة المدارية أبنائي وبناتي الطلاب معنا قانون طبعا اللي هو عين يساوي جيم ثابت الجذب مضروبة في كتلة الأرض على نصف القطر نق. في هذه الحالة نعوض، أبحث عن جيم موجودة، كافرة كتلة الأرض موجودة، نق هنا معانا كما قلنا، بما أن نصف قطر المدار يساوي نصف قطر الأرض زائدا لام. ما المقصود بلام؟ الارتفاع عن سطح الأرض. ارتفاع عن سطح الأرض، إذا النقة المدارية هي عبارة عن نصف قطر الأرض زائدا الارتفاع عن سطح الأرض. الآن نق المدارية للمدار تساوي نصف قطر الأرض معطى معانا 6400 زائدا لام الارتفاع معطى 200 زائدا 200 كيلومتر، يطلع معانا 6600. طبعا هنا معانا كيلو متر، نحولها إلى المتر تصبح 66 في 10 أس 5. طبعا معانا من كيلو متر إلى المتر نضرب في 10 أس 3، هاي معانا 3 أصفار زائدا صفرين يطلع معانا كم؟ 5، يكون متر. طبعا الآن أوجدنا نصف قطر المدار، نعوض في هذا القانون: عين تساوي تحت الجذر جيم، معطى معانا جيم 6.67 في 10 سالب 11 طبعا مضروبة في كافرة كتلة الأرض 6 في 10 موجب 24 على نق. نق المدارية طلعت معايا 66 في 10 أس كم؟ أس 5. طبعا بعد إجراء العملية الحسابية وخرجها من تحت الجذر تطلع معانا القيمة 778 واللي هي 6.9، يعني تطلع معانا اللي هي السرعة المدارية 7786.9 متر لكل ثانية. أبنائي وبناتي الطلاب، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم منها، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.